نفذ القطاع العام والمدارس الرسمية إضرابا بدعوة من هيئة التنسيق النقابية في بيروت والمناطق اللبنانية كافة، وذلك رفضا لاقتراح السلسلة الذي رفعته اللجنة النيابية إلى الهيئة العامة التي ستجتمع لدرسه وإقراره الأربعاء المقبل. المدارس الرسمية أقفلت أبوابها ومؤسسات القطاع العام فرغت مكاتبها. الإضراب الذي بدأ الأربعاء سيستمر حتى الأربعاء المقبل موعد الجلسة النيابية، فيما فتحت المدارس الخاصة أبوابها وكان يوم تدريس عادي. هيئة التنسيق اجتمعت في اليونسكو داعية إلى تنفيذ يوم غضب سلمي بالتزامن مع انعقاد الجلسة النيابية العامة، معتبرة أنه يضرب حقوق الموظفين ويقضي على مؤسسات الدولة. لن يكون في هيئة التنسيق النقابية من يساوم على حقوقكم أو يتعب من النضال حفاظاً على كرامته وكراماتكم، كما اتخذنا توصية مؤلمة لم نكن نريدها على الإطلاق، توصية بعدم إجراء الامتحانات الرسمية من ألفها إلى يائها. ويسبق ذلك تنفيذ اعتصامات في الوزارات والسرايا الحكومية في بيروت والمحافظات يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. لدينا كرامة ونريد أن نصونها، رسالة أرادت هيئة التنسيق النقابية إيصالها عبر الإضراب المفتوح. سلمان العنداري، تلفزيون المستقبل،